اهلا. ايه نعم. بس انا بدي اخليك اسمي. بس مشان الشتة. قولي لي. بعتتني ليرنا كرمال على اساس طالبين بنت سكرتير كرمال. ايه حكيتنا امبارح، انت اللي حكيتي معي امبارح صح؟ لا رفيقتي. مش انت اللي حكيتي معي؟ انت بدك تشتغلي هون سكرتير. اوكي دوام من الساعة 4 للساعة 5. اوكي نو بروبلم. ما عندك تتعلمي بتاع طعم شيء؟ هلا انا بعد عم بدرس. فبس انه اوقات الفراغ بشتغل. عندك مشكلة بالمعاش؟ ما عندك مشكلة. يعني ببلش بتشتغلي عادي ما عندك مشكلة؟ لا بس انه يعني حد الادنى 600 دولار لحد بلشي. من الساعة 8 للساعة 4 بدها تفلي على البيت، سبت احد ما بنفتح. هون هيدي شركة شو اسمه تسقيف اموال. تسقيف ام شو ها؟ تسقيف شو تفلي شو بدي؟ تسليف اموال. ايه ايه مش قلت لك شو عم تفاجئ شو هي شركة بتسلف اموال. انت معك خبر مش قلت لك؟ مش انا جاي لافهم منك اكثر. اوكي شركة بتسلف اموال، حدا بده مصاري كذا بده يسرق مصاري كذا. حدا بده يسلف مصاري، يعني جاي حدا ما معه مصاري بننهر له عائلته ببيته ومنه نحن بنعطيه المصاري بركي ما دفع. انت شو بدك بالشغله؟ انت بتاخذي معيد بس. شو بك اذا عندك اي مشكله بالشغل من خلص ما عندي. لا ما في مشكله بس كيف زبطت معكم الناس وحكي اخبار يعني شو هاي؟ انت عم تقلي انه في حرمات امل معكم تسرقوا قصص. مين بيسرق؟ ما جبت تسرق عيب. شو كيف عم تحكيني هيك؟ مين جاب سيرة السرقة؟ شو عم ألف يعني انه عم تألفي عم قلك انا حدا عاوز مصاري من دينه بس بدنا نرهنه شيء قدامه. ما فينا عند دينه هيك، بده يكون موظف وعنده سيارته بدنا نرهنها. هذا هذه هي الشركة. اوكي عرفتي كيف؟ طيب عندك شيء بعد بدك تحكيه؟ بدك تسفري عن شيء؟ لا لا خلص خلص؟ طيب بدك تنطريني هون بس 4 دقائق بس تقلوا للمدير العام انك جيتي مشان تا يكون مشان تا يستقبلك. ماشي اوكي. إيه بس على فكره هلا اذا دق الباب انا مسكره كرمال الهواء. بس افتحي بدقه في مواصلين بدها تبلش تفوت هلا. بس ما تزلك 5 دقائق بس. بيانا؟ لا غلطان والله. بيانا عرفتيني؟ سوري بس شكلك مغلبط. بيانا انا نرمين. نرمين مين؟ بيانا انا بابي. انا بابي. هيك بتشبه؟ شو بتشبه هيدي هي؟ بيانا صح حبيبي ريحتها شميها يا حبيبي. والله هي فينا كبراني بابا. بس سوري انا فيك شكلكم مضيعين فيي. لا بك يا بابا انا بضيع عن بنتي، انا بضيع عن فينا حبيبه قلبي امك. اي والله انا امك يا بابا. لانه انا على اساس ما بعرف ام مين يعني. بك يا بابا انا نرمين. يا بابا يا بابا انا بيك. لك منك بيي منك بيي. لك يا بابا هيدي امك كنت صغيره وضاقت فينا الايام ما قدرنا نعيشك ولا نبهدلك فوتناك على ميتم. اي ميتم؟ لك يا ميتم ما انت ما بتعرفي اي ميتم بس انت هلا كبرانه. لك اي ميتم؟ انا عايشه مع اهلي لهلا. اي ميتم؟ لك نحن اهلك يا بابا. يا بابا تحرميني من هيك. سوري تبعد عنك. قربي شو قربي حبيبه قلبي يا بابا. لك شو غلطه وتركنيكي بالميتم غلطه. لك اي ميتم؟ بيانا ركز طلع فيي حبيبي. انا نرمين. لك نرمين مين؟ يا بابا يا نرمين مين؟ يقول لك انا نرمين حبيبي. انا نرمين. انا بابا. امك كمان والله والله كسيت يا حبيبي. والله مغلبتين والله مغلبتين. نفس العيون تشبه. طب شبه بعرف مش بعرف. انا شبه.
لك حدا بضيع عن بنته، لك انت شقفه مني يا بيي، انت شقفه مني. يا عم زهقني بقى. بابا بينا انت مش عارف شو قصتك. يا حبيبي انا مني بنتك. انت مين لكن؟ انا نرمين. نرمين مين؟ يا بابا يا حبيبه قلبي مين سميكي نرمين؟ يعني اهلي. اهلك؟ مين اني اهلك يا بابا؟ مين اني اهلي؟ اهلي انا، اهلي اللي خلفوني. لك يا بابا انا اللي خلفتك، انا بيك، هاي امك حملتك 9 شهور ببطنه. سيزاريان او سيزاريان؟ ايه ولاو يا بابا. شو بكي؟ شو بكي يا بيي؟ لك تطلع في نفس العيون يا الله، نفس الشفافه اللي تمك اصغر يا شوي. شبه يا خيي شبه بتصير نفس الطول نفس الشكل. طبوشي طبوشي مثل طبوشي. اوكي شو صار شو صار يعني؟ اوكي نفس الطول. لك يا بابا ركزي. هيدا نفس الطول صرت بنته يعني؟ قلب الام والبي بحس. يا بابا طلع فيي حس فيي، لازم قلبك يحسك. كيف بدي احس فيك؟ لك ما انا بيك. منك بيي؟ وكيف انا عرفتك؟ كيف حسيت فيك انا؟ ضيقة مرحبا، كيفك؟ مرحبا. كيف صحتك؟ مرحبا مدام. انا قلت لك ما تجيبي اهلك لهون بعدك اول نهار. حبيبي منن اهلي، منن اهلي. معمول بيك كيف شو اهلك؟ بلا بيك. ليه بليز دقيقه شوي بس استاذ بليز عنا. اول شيء اهلك ممنوع يجوا لهون، وامك مين؟ هاي امك؟ لك والله منن اهلي. هاي امك؟ هاي امك. هاي امك؟ انت امي؟ منك امي؟ كيفك مدام؟ انا لا جا. بس هيدي امك؟ صغيره اللي بشوفها بفكرها رفيقتك امك. اول شيء بنتك بتعقد اول نهار شغل، بس مبينه المخلف ما خلف توفى. نحن مرتاحين وميسوره معنا، ما بدنا اياها تشتغل. بس لا هي بدها تشتغل. لا لا انا وبيا ما بنقبل تشتغل. لك شو ما بتقبله؟ الله لهمت، الله لهمت اجي لهون تحضى فيك تاخذك معي. ايه بس انت ليش زعلانه؟ اهلك هون انبسطي. شو ليش زعلانه؟ كيف بدهم انبسط منهم اهلي؟ لا دقيقه كيف مش اهلك؟ لك شو دي انجو؟ لا قرب شوي بس شو مش اهلك؟ لك منهم اهلي؟ عيب الشوم عليك يا بنتك. هيدي ببنتك ولا مش بنتك؟ من نكر اصله لا اصل له، انا بيك. اي اصل عم تحكي؟ اي اصل؟ لك يا بنتي انا بيك اللي مخلفك. اي اصل حبيبي؟ اي اصل؟ انا صحيح مش انا عايشه مع اهلي هلا. كيف انت بيك؟ ما انت عايشه معهم. ايه عايشه معهم. انا عايشه معهم حبيبي، مش عايشه معهم انا. دقيقه انت مع مين عايشه؟ مع اهلي بالبيت. اهلك شو؟ اهلي غير هني، مش اهلي. ليش انت عندك دبل فاس اهل يعني بتغيروا بعد الظهر يعني؟ شو نحن اهلا؟ انتوا اهل بعد الظهر؟ عند اهل قبل الظهر؟ شو عم بتفهم؟ انا اللي جبت على هالدنيا، انا اللي خلفتها. شو خبرني شو خبريه؟ بدك تسمع مني؟ يا خي يلا بس شو تسمع منك؟ هيدي البنت طبقني يلا. هيدي البنت بنتي، حضرتها تكون امها. ايه نحن خلفناها على الحياة. ماشي. من 14 سنة بالتحديد. قديش عمرك يا بنتي؟ 16 حبيبي. 14 لك حج 14 بتكبري حالك. ما بتكبري حالك. بتكبري حالك. إذا خيفانة أمها تشيلك من الشغل لأنك صغيرة. لا رح تشتغل. لا عن جد، نو عن جد. اسمعيني شوي. نحن جبناها على الحياة. اوكي كانت الايام تعتير وكان شغلي واقف. اضطرينا نفوت على ميدان. يعني هيدا ما بحطوه على الاو تي في بعد الاخبار؟ هذا البرنامج على التكتيك بتحضره انت؟ ايه بس مش هيدا هو البرنامج؟ ايه يمكن بيشبهه. انت شو عم تخبرني قصه وعم تخبرني قصه؟ لك يا خي اسمع مني، ما عم اقول لك فوتناها على ميدان البرنامج مش انت عم تحكي قصتك مظبوط. مش احسن من بهدله يعني؟ طب انبسطي. بس شو انبسط حبيبي؟ ايام انبسطي اهلك لقيتيهم وقت كل الدراما ساعه بيقول لي خلفناها من 14 سنه تركناها بميتة. بس يمكن اللي اخذوكي، يمكن اللي تبنوكي صغروا لك عمري. برافو. ما حدا تبنينا يا عمي. لك يا خيي ما هيدي من ريحتها عرفتها، من ريحتها عرفتها بنتي. شو ريحتها؟ ريحتها شو ما بتتحمم انت ريحتها بمنخيرها يا زلمه؟ كيف ما بتتحمم؟ امها كانت تعك عك الليلي كل الليل. وين بدها تعك عك اذا انتم حطيتوها على ميتم كانوا عمرها شهور يا خيي ولا ايام؟ وين رح تعكها يا عمي؟ كنت ضلم هافف ونظيف ريحتها بعدها معي. بعدها معك وين؟ فرجيني. لا انه ريحتها بعدها فيي، بعدها بجسمي، بعدها بنفسي كله. شو يا خيي هلا شو الخبريه؟ اهلك مبروك. لك يا عمي مش اهلي. والله مش اهلي. يا بابا يا بابا طلع فيي لك حسي. تاخرت اليوم. ليش تاخرت؟ دقيقه بس بس اجوا الموظفين. اهلا. العجقه واصله على اخر الدنيا. انا هيدي حجتكم دائما عجقه دائما عجقه. لا تاخرتوا على شو اسمه. ليكوا دقيقه بس هلا عندي مشكله لان بليز هلا بتفوتوا على المكتب يا حور ريس نايم في الكورو هو جوا اللي بدي اياه منكم بتفوتوا بس هلا عندي مشكله في مصاري يعني. وبدكم تقولوا مبروك الدموزال اول مره بتبلش معنا شغل هي سكرتير محل تانيا اللي كانت هون واهلا لقيوها اليوم. منن اهلي؟ يا بيي انا اول ما فتت سوري بس انه اول ما فتت قلت البنت سبحان الله مبروك. انت ابن اصل حبيب قلبي. ابن اصل قلبي والله مبروك 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 دموزال. تخيل من بعد قد ايه لقيت اهلي؟ مش اهلي من بعد 16 سنه. يا خز العين صار يا بيي. اذا الغريب واشتلق انه تشبهين وبشبهك ولا طلع فيي هيك عيونه هيك نظره خلص هو استشبه فيي كمان. طب انت كمان طلع فيي بنظره لازم تعرف انا بيك.
حس فيي، طلع بامك. ليك ما امي بي بالبيت، لك شو عم تحكي؟ لا لا دقيقة دقيقة شوي، انت شو بدك بامها؟ ما امك ما اصلا هيدي ما هيدي مش مرتك، هيدي هي حرام تكون مرتي انا. لا ما انا عم بوضح لك، ما انت بنطلع فيك ايه بتشبهك بس ما بتشبه امها. ما قلت لك بتشبه بيي. ايه ما انت مغلطة مع المطلوب. سبحان الله. طيب خلص، طيب سوري، هو قصص عائلية بدنا نحلها سوا. اذا بدكم خلص اليوم في فرصة، لانه المدير اذا بيعرف شو عم يصير اكيد مش رح يقبل. اليوم في فرصة. طيب وامتى رح تصل؟ ايه؟ في البيت؟ ايه انبسطت؟ يلا فلي على البيت روح. يلا روح قول لك وكملوا شي محل. باي ايه؟ مبروك دموازيل. مبروك. لك حش تقولوا مبروك يا عمي. شو؟ يا عم انبسطت لقيت اهلي. مش اهلي؟ انبسطت. اتبصوا الباب. يا حياة ماما انت، يا حبيبة ماما. هلا بشرفكم تركتوا بنات الناس كلها وجيتوا لعندهم انا بنتكم، معقولة؟ ايه؟ الله هيك بده. لك شو الله؟ اي الله عم تحكوا؟ انا مش بنتكم. بابي ما اشتقت لتختك، تختك بعده هو زيته. تختك ما زالت حاططها انت وصغيرة على الميتة من الشحات تشوف التخت. ايه ما انا جيب له تخت من هي وصغير جبته كبير فرد مرة. شو بك خيي انت لحقني ميتة ميتة، ما اصلا انت كيف تترك بنت بنتك هون؟ لبنتك صغيرة كيف بتتركها على قلت لك غلطة يا خيي، والله غلطة 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 مش بإيدي. شو عليك؟ في كثير مثلك انت. سامحيني يا بنتي. دقيقة بس سامحيني بابا. يا اخي الموظفين عم يجوا جرستونا يا زلمة. ما شو بدي سامحك؟ حتى عصبيتك عصبيتك كأنه انت. ايه سكر الباب. ما ما في موظفين بليز بوست دايركت مسائل عائلية حلوة. اي عائلية يا عمي انا ما خصني بعائلتك. في شيء؟ ها؟ في شيء؟ ولك ايه انت ما بحب خبي عليك، انت بنت لقيت اهلها. لك يا حبيبتي الف الف مبروك. عن جد عن جد انبسطت لك. هو اهلا هي الف الف مبروك مدام. لك شو بدك فيه؟ الف الف مبروك مسيو حبيبه. شو بدك فيه؟ شو بدك؟ الحياه مش حلوه من دون جايين يستلموني على الصبح. تشبهني او لا؟ طلع فيك تشبهني؟ لا لا نسخه عن امها. لا 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 عن امها. بيا بيا كانها بيا. لا لا تشبه بيا تشبه بيا. ميرنا حطوها بعمر 28 سنه بحد ما ديت الملاهي. اذا بدك تشوفي قديش كان عمرك؟ سنه ونص. حطوها على مدينه الملاهي. قال لها البي لصاحب مدينة انه طلعوها وهي بتبرم ونقفوها باكي بيخلص منها. رجعت لقيت امها. رجعت لقيت امها. كثير حابكي والله العظيم بقى ما شفتك لك اموره. ليك 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 عن جد يعني كيف تتركوا هيك بنت؟ بتتركوها هي وصغيره مش عيب عليك. ما تزعلي منهم. ما علي ما تزعلي منهم. ما علي بضلوا اهلي. زعلانه عليهم هن مغلطين فيي انا مش بنتهم. بس كثير بتشبهك مدام. يلا ليكي ميرنا هلا انا بطلع. اوكي اوكي استاذ يلا باي. بس بتشبههم يا حبيبتي الف الف مبروك. الله يخلي لكم يا رب. باي. شفتي يا بابا؟ شفتي الاستاذ والدموزيل واللي كانوا قبل كلهم عم بيقولوا بتشبهك بتشبهيني. ولو يا بابا فيش براسهم خيي، فيش براسهم. انا مش بنتك. طيب ليك انا برايي، انا برايي بليز نحن هون الشركه وفللت الموظفين من وراكم هلا. خلص خذوها وحلوا مشاكلكم بالبيت وخلي العائله. نحن بنقول للمدير وباذن الله الحفله على حسابنا انه لقيته بابا. لا احسبنا نحن كبيري اسمي شرفنا ما خفت ما بقى لا لا خلص ما بقى كبه بالميسه كبه هي قدام بيتي انا باخذها عادي. شو تاخذوني لو انت تاخذوني يلا حبيبي يلا تعي تعي حبيبي يا عمي لو انت لك يا بابا تعي معي لك يا بابا يلا خلص لك اليوم فرصه ومدفوع فرصتي كمان شو بدك بعد يلا مشي حبيبي لك يا بابا مشي معي لك لو انت حتاخذوني تعي يا حبيبه قلبي تعي رايحه محل لك يا بابا مشي مش رايحه محل لك يا بابا مشي نسيتي بيك نسيتك كيف كنت لعبك انت صغيره يا بابي لا عنجد لك مشي بابا مشي شو عم تستلم يلا يا بابا يا عمي خلص بقى مشي. خلص بقى بدك تمشي معي بدك تمشي معي يا بابا روح خليكي معي يا بابا لك شو بابا لك يا قلبي مشي بقى حاجه لي بابا بدك تروحي معي خلص هيدي العناية الإلهية جماعتنا أنا مشي أنا شي عشان خلص بابا لك يا بابا خلص بابا مشي معي خلص بابا بدك تمشي يا بابا روق شوي يا بابا مشي ماني رايحة محل ماني رايحة محل مشي مشي معي فرجيك الأوضة اللي عملناها يلا خلص بعد ما رحتي معهم ماني رايحة انتهيت مين جابك لهون أصلا؟ روق ليش عم ترجوق ليش عم ترجوق روق مسقعة مجلس بجاكات روق أنت ليش أنت شو جابك لهون؟ مين جابك لهون؟ ميرنا ميرنا على الشغل؟ طب وها وامك وبي؟ يا عمي مش انا مش بحملك بابا اذا مش قادر تمشي بحملك بدك تحمل حالك اول شيء انت شيل كرشك بعدين احمل حالك ليك اول شيء عم نمزح معك هذا ضرب حبيت ميرنا كاول نهار شغل تعمل فيك مقلب ولانه هذا بيك الله لا يوفقك احنا بطريق واحد بعدك زعلانة؟ لا بس انه
لا بس 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 الحلو هالمرة عن جد في شغل، احنا جينا على المؤسسة اللي بدها تشتغل فيها، وعن جد في شغل، وهي اكيد مش مؤسسة تصريف اموال ولا شيء، هي تصريف مجاري. فنحن بدنا نعتذر منك رؤي معصبة، الله يخلي لك اهلك وبشوفوا حالهم فيك، وهذا بيبيرو وسادرا وإلي وميرنا فطومة. بدنا نغنيها فطومة فينا شيء. فسوري نحن بدنا نعتذر منك. اوكي؟ زعلانة؟ لا لا. لا لا مش بدي نكفي وقفة إيه. زعلانة ولا لا؟ إيه ولا لا؟ خلاص؟ خلص. طيب بهالوقت يمكن أنا قصد عملت هذا الشيء، قصد هذا الضرب، لأنه عن جد العالم عم تموت وتعيش مشان تلاقي ولد شقفة لحمة من جسمه. في عالم عم تكب اولادها على الطريق، ياما لاقيين اولاد عجاد، ما تقولوا مرسال عم يتفلسف وعم يعطي حكم هلا، بس قد ما عم نشوف اخبار يعني الله بعت لك نعمة عجاد مبسط فيها. نحن بنعتذر منك تقبريني، ما في شيء اوكي، بس الشغل موجود يعني ما تزعلي، حبينا بس هيك، وهلا ميرنا نشوف شو بتعمل فيها. اوكي ثانك يو لكم، باي.